الأولاني مكالمة عمار لشوقي بعد ما قتل عمار، والتاني لغز نقل جثة رياض للمطبخ، مش كده؟ بالظبط كده. طب تعالي نمشي ورا الفرضية الأولى. شوقي قتل عمار، نزل خبى المسروقات، فكر إنه يسيب دليل يبعده عن العمارة، طلع خد تليفون عمار وكلم نفسه منه عشان لما يتسأل في التحقيقات يقول إنه كان في مشوار لعمار. ايوه، بس كان ممكن يقول ان هو طلب منه حاجات تانية خالص غير الحاجات اللي كان اوريدي اشتراها، خصوصا ان هو بنفسه اللي اكد ان مكالمة عمار كانت غريبة جدا. هي دي اللي مش راكبة. ليه شاوي يقول إن عمار طلب نفس الطلبات وإنه كان غريب معاه على التليفون؟ الا لو كان اللي اتصل بشوقي حد كان عايز يبعده عن العمارة، حد كان عارف ان ده وقت الراحة بتاعته، ولما اتفاجئ بيه موجود قرر انه يعمل كل ده عشان يبعده عن العمارة. وهو اللي اتصل بشوقي وقلد صوت عمار، وهو نفسه اللي نقل جثة رياض للمطبخ عشان يخلينا نشك في حد بعينه، حد بصماته موجودة في المطبخ. والمطبخ ما كانش فيه غير بصمات اتنين، رياض وشوقي البواب، يبقى كان المقصود ان احنا نتهم شوقي. واللي متأكدين ان بصمات شوقي في المطبخ هما اتنين، مصطفى بتاع الصيدلية. والشيف ابن رياض. صح. طب ليه ما يبقاش حد تالت خالص، حد ما نعرفوش وعنده دافع قوي لارتكاب الجريمة؟ في أغلب الحالات اللي بيقتل بيبقى حد قريب جدا من القتيل، والقتيل هو اللي فتح له، يعني يا شوقي يا شريف يا مصطفى. أنا بالنسبة لي إلهام لسه في دايرة الاشتباه جدا. بس إيه الدافع؟ نهى، عمار كان عرض عليها الجواز، ولما عرفت إنه خطب واحدة تانية اتجننت، بقت عايزة تقتله عشان تنتقم منه. طب كويس، قتلت عمار، تقتل رياض ليه؟ ممكن علشان تغلوش على قتلها لعمار، عشان تبعد الشبهات عنها. واسعة دي يا كندا، القتل مش سهل، ودي واحدة قتلت واحد، هتروح تقتل واحد تاني عشان تغطي على الأولاني؟ صعب. أيوة، لو كان حس بيها، أو لو كانت أصلاً هي واحدة مش طبيعية، مريضة نفسية. هي مريضة نفسيا فعلا. انت عارفة؟ إلهام فعلا مشتبه فيه قوي جدا. عمار اتقتل برصاصتين، ورياض اتقتل برصاصة واحدة. معناها إن عمار اتقتل بغل، ورياض لأ. شايف؟ طب كنت هتعمل إيه بقى من غيري يا عباس؟ كنا هنلوص يا ستي. بس برضه، إيه اللي يخلي واحد زي رياض وهو شكاك جدا يفتح الباب لحد ما يعرفوش؟ شوقي هو أكتر واحد ممكن يطلع الدور الخامس في أي وقت، وشوقي هو أسهل واحد رياض يفتح له. أيوة، بس رياض ممكن يفتح بنفس السهولة لابن شريف، والشريف عنده دافع أكبر للقتل. أيوة، بس شريف ما عندوش بصمات جوه البيت. بس عارفة، الواد ده ذكي، مش هتفوته حاجة زي كده. بالظبط، هيلبس جوانتي، هيمسح. صح. بصماته. طب يا كندا، دلوقتي احنا حققنا مع كل الناس ومع كل الشهود، عايز اعرف رايك انت. انا شاكه باتنين، شريف والهام، بس حدسي كأنسة بيقول انها الهام. الهام. طيب كده احنا يا كندا عرفنا رايك، فاضل نعرف راي الجمهور.